سويت علاني لغنى يا مستحق الغنى أوه يا أمنياتي وهواي ما لا سواك المنى أوه بختارك انت وكفاي مهما خطاي ملتك شافت سواك أمكنا بلدي وبحبك شديد بلدي وبحبك أنا محمد العوض وأبيكر صديق خريج هندسة ميكانيكية جامعة خرطوم محكم دولي في بطولة قطر النسخة السابعة للمناظرات. أنا مدرب فريق جامعة خرطوم طبيعة الحال مع الظرف الموجود في السودان الفريق واجه تحديات كبيرة خصوصاً أنه في اثنين من الفريق هم في السودان واثنين آخرين واحد في مصر واحد في السعودية في الفريق حقيقة يعني ما تلاقى فيزيكا إلا هنا في قطر يعني فالتدريب كله كان أونلاين مع صعوبات الشبكة صعوبات الجو الساخن تحديات كبيرة مع صعوبات لوجستية معلومة بترافق الفرق السودانية عادة فمع كل هذه المشاكل صعبت على التدريب يعني الا انه الشباب كانوا يعني يرتقوا على المعاناه وقدروا يعني يتحدوا الصعاب والكوميونتي او المجتمع بتاع جبهه خرطوم الكوميونتي السوداني برضه كان مساهم في العمليه بتاعت تحدي الشباب دي للصعاب فهي عمليه كانت صراحه عمليه معقده جدا ممكن تكون اعقد عمليه حصلت لتدريب قد تكون على جميع الفرق المشاركه وعلى صعيد زاد فرق الجامعات جامعة الخرطوم في السنوات السابقة لكن الحمد لله الفريق وصل وأدى أداء طيب في أول يوم وأنا الآن هون حاليا طالعين من مناظرة فايزين بها حد نفسي 3 فوز 1 خسارة وبإذن الله يحصل شيء طيب بإذن الله البلد الأجمل ما يكون أنا عيني رايداك ليطينك ولي أرضك وليك والقمر الفوق سوحك ضاوية والله الرسالة حقتي أنه الطموح ما عنده حدود يعني إذا أنت زول مؤهل وحاسس أنك كفاءة بطبيعة الحال هاي الصعوبات اللوجستية بتأثر عليك لكن العمل لما يكون جماعي والناس تقدر يعني تدفع المجموعة اللي قدام يعني الناس تحاول يعني تحاول تتخطى مشاكلها تحاول يعني تتضامن في اللحظات الصعبة دي عشان يقدروا يتجاوزوا يعني المشاكل يعني فريق اسمه فريق عنقاء النيل المسمى بتاع عنقاء اللي هو الآتي من الرماد يعني فبالنسبة لنا فكرة وطبعا رمزية النيل السودان فبالنسبة لنا البطولة ذاتها يعني شايفينها يعني خلق بعث من جديد للروح الشبابية والروح السودانية والروح الجماعات لمواصلة في 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 في, في نشاط طبعا يا خرطوم يعني ما تغيبت عن نسخه من نسخ الجامعه من نسخ بطوله قطر وعندها يعني ارث كبير في مجال المناظرات فاحنا كلنا مصرين انه لازم يتم استمراره مهما كانت الظروف. البلد المعروف منك اثنين والناس كلها متساويه لو شافوك بعيني اكيد العالم كله حيعجب بيك وانا شايفك من اجمل زاويه انا غيداء عبد الرحيم عضو فريق جامعه الخرطوم للمناظرات وايضا طالبه بسنه نهائيه بكليه طب الاسنان بجامعه الخرطوم طبعا هذه اول مره اشارك في بطوله قطر للمناظرات وهذا اصلا عرف بجامعه الخرطوم الفريق الذي يشارك في البطوله في احدى السنوات فقط في الاعوام المقبله يشرف ويدرب الفريق الاخر ولكن يعني يعطي الفرصه لغيره من الوجوه الجديده لذلك اتت مشاركتنا اليوم ولكن انا متناظره سابقه اصلا بجامعه الخرطوم عمليه اختيار الفريق صراحه كانت من عمليات معقده جدا واجهتها الكثير من التحديات طبيعه الحال نسبه ان وضع اوضاع البلاد اجرينا العديد من التصفيات التي تمت عبر الاثير وتم اختيار الفريق بدقه من قبل مجموعه من المحكمين لا انسى اشكرهم جدا 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 وقفوا مع الفريق يعني وقفه كبيره جدا كذلك لا انسى اشكر رابطه خريجي جامعه الخرطوم هنا بالدوحه تمت هذه العملية بتسهيلات هؤلاء الحكام هؤلاء المدربين ولكن واجهتنا بطبيعة الحال الكثير من التحديات الدوحة في الحقيقة أولا أذهبت عنا وعثاء السفر
كانت محطة رائعة جداً خلال المحطات التي يعني مررنا عبرها لنصل إلى هنا. تناظرنا في الجولة في الأمس ثلاث جولات، كسبنا جولتين وخسرنا الثالثة، ولكن نحن نظن أننا بطبيعة الحال كسبنا ثلاث جولات بالمشاركة فقط. أنا تسنيم عزت من فريق جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الممثل لجامعة السودان في البطولة الدولية السابعة لمناظرات الجامعات باللغة العربية. مشاركة جامعة السودان في هذه البطولة كانت مشاركة مختلفة نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد، إضافة إلى ذلك أن نشاط المناظرة كان قد توقف لفترة طويلة في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، فهذه المشاركة قد ابتدأت منذ فترة أطول بكثير من فترة التحضير لمجرد تحضير الفريق، ذلك أننا بدأنا في الأول بإعادة نشاط المناظرة إلى الجامعة وبعدها تسجيل الجامعة في البطولة واختيار الفريق وتدريبه وغيره. العملية التي كانت شديدة الصعوبة وكثيرة التحديات، ذلك بسبب انقطاع الشبكات وتشتت أفراد الفريق الأربعة في مناطق مختلفة من السودان، لكننا قد استطعنا أن نجتمع سوية أن نخرج بجودة عالية لهذا التدريب برغم من أنه كان تدريبا عن بعد، وذلك قد كان بينا في أدائنا في البطولة في الأيام السابقة، حيث أننا خضنا حتى الآن ست مناظرات، فزنا في ثلاث منها، ونتوقع الفوز إن شاء الله في المناظرة السادسة التأهيلية الأخيرة، ونتوقع كذلك تأهل الفريق إلى مراحل متقدمة من البطولة. الفريق مكون من أربعة فتيات من كليات مختلفة، هن أنا تسنيم، راما، سيدة وعفراء، لنمثل الجامعة إن شاء الله خير تمثيل.